لأن الرباط المتصالب الأمامي هو حقيقة له صفة خاصة، إنه هو بشكل كامل في داخل المفصل، ولهذا إذا صار قطع فيه عادة السائل المفصلي بيمنع إنه يلتحم. لأن في مواضيع حديث طويلة عن إنه إذا في إصلاحه ونحط مواد إسناد، ولكن ما في إشي مثبت حتى الآن. ولهذا الطريقة المثالية لمعالجة قطع الرباط المتصالب في حال قررنا إنه نعالجه جراحياً هو زراعة الرباط. الآن الرباط المتصالب الأمامي عادة بده إصابة قوية إنه يحدث، وأغلب هاي طبعاً هي إصابة قوية مفصلية. أغلب هاي الإصابات عادة إصابات نون كونتاكت بنسميها، دون صدام، يعني بصير حركات دورانية. الآن هاي الحركة الدورانية بتسوي قطع في الرباط. بعض الأشخاص أو قليل من الإصابات اللي بتصير بسبب الصدام المباشر، اللي هو زي الصورة اللي بتلاحظوا اللي على اليمين، إنه صار ضربة جانبية مع مد زيادة مع تويست مع دوران. الآن في عنا هون أنيميشن بجوز بظهر الطريقة اللي بتصير فيها قطع الرباط، وبعتقد هون دور التأهيل الرياضي الصحيح إنه نتجنب هاي الإصابات، لأنه أغلب هاي الإصابات بتصير مع اللاندينج بنسميها، لما يقفز يجي ينزل بيعمل حركة دورانية بتقطع. الآن إذا بتلاحظوا هون الأنيميشن هو رح يظهر كيف الحركة الدورانية سوت قطع الرباط. الآن هذا موضوع حقيقة مهم، إنه الرباط المتصالب هو وظيفته ليس فقط يعني إنه يمنع الحركة الانزلاقية. ما بعرف إذا الموديل مع مين، إذا حضرتكم بتعطونا إياه الموديل في شرح عليه الموديل. الآن إذا بتلاحظوا هون الموديل، الرباط المتصالب ليس وظيفته فقط يمنع الحركة الأمامية، وإنما أيضا بيمنع الحركة الدورانية اللي خارج المدول. هذا بعض الحالات اللي احنا شخصناها، حكينا في قطع في الرباط، انفحص المريض من قبل يعني أطباء آخرين حكوا ما في قطع في الرباط، يعني هو ما انتبه لموضوع الثباتية الدورانية. الآن قطع الرباط قد يكون قطع جزئي، وقد يكون قطع كامل، وقد يكون قطع كامل بوجود إصابات مرافقة. و50% من حالات قطع الرباط بيكون في هناك إصابات مرافقة، سواء كان تمزق في الغضروف الهلالي أو إصابة في السطح المفصلي أو إصابة في أربطة أخرى في الركبة. الآن عادة في الإصابات الحادة بيشتكي اللاعب أو الشخص اللي صارت معه الإصابة من ألم شديد مفاجئ بيشعره مع، مثل ما حكى أخونا زيد، بوب، بيشعر المرض في إشي طق في ركبته، وأحياناً بيسمعه، وزائداً ألم، بيصير تورم مفصلي شديد. هذا التورم الشديد اللي هو ناتج عن نزف مفصلي. الآن في الحالات المزمنة بيكون يشكي الشخص من أعراض عدم الثباتية، اللي هو بالعامية بسموها رجلي بتخوني، وخاصة في الحركات اللي بتتطلب حركة دورانية مفاجئة، مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة. أوكي. الآن هنا بجوز نعرض كيف إحنا بنشخص الرباط. دائما نسمع بنفحص، هنا الفحص طبعا مش إنا الفيديو لكن استعنا فيه. هنا شوف، هذا بنسميه اللخمن تيست، شوف قديش الركبة بتتحرك للأمام. هذا الفحص للحركة الدورانية إذا بتلاحظ، وهذا مهم حقيقة في تقييمنا. أحيانا ما بنعمله في العيادة لأنه مؤلم، فإحنا بنختار مين الشخص اللي ممكن يكون مناسب إنه نعمل له إياه. والفحص الثالث اللي هو عدم الثباتية للأمام، إذا بتلاحظوا هون كيف في عدم ثباتية للأمام في ثني 90 درجة، إذا بتلاحظوا قديش بتطلع، هون واضح إنه في قطع في الرباط. الآن بنأكد تشخيصنا بإجراء صورة الرنين اللي هي بتظهر طبيعة الإصابة، هل هو قطع كامل أو قطع جزئي، وأيضا تظهر الإصابات المرافقة اللي هي حقيقة كمان بتهمنا في قرارنا للعلاج. الآن في قرارنا العلاج الرباط تحفظي أم جراحي؟ الآن العلاج التحفظي حقيقة على علامة استفهام، إذا كان لاعب أنك تخليه يمارس الرياضة. في حالات وصفت حقيقة في العالم أنه استمر اللاعب يكمل يعني الرياضة دون إزراع، بس هي حالات قليلة لا يعول عليها. ليش؟ لأنه إذا مارس الرياضة وصار عنده إصابة أخرى ممكن تسوي له إصابة مفصلية بتصير أصعب من إصابة الرباط، ولهذا العلاج التحفظي عند اللاعبين عليه علامة استفهام. هلا عند الأشخاص الكبار في العمر اللي احتياجاتهم الوظيفية قليلة ما بيعملوا رياضات فيها حركة دورانية، هي ممكن إنه يعني نخليها في بالاعتبار. الآن الخيار الجراحي هو الأمثل حقيقة للرياضيين، وبنفس الوقت حتى للفئات الأخرى
اللي ما بيمارسوا رياضة إذا كان في أعراض، لأنه كل مرة رجله بتخونه يعني إصابة، يعني ألم، يعني ارتشاح مفصلي واحتمال إصابة في الغضروف الزجاجي. الآن الحل الأمثل زراعة الرباط. في أسئلة تطرح دائما، متى أفضل توقيت؟ شو نوع الرباط اللي نزرعه؟ وشو التطور الآن وصلنا له في تقنيات زراعة الرباط؟ إذا الشباب بالخلف بيسمعونا الآن، توقيت العملية مهم جدا، لأنه إذا عملنا عملية بشكل مبكر، يلا بكرة العملية، ممكن يصير عندنا مضاعفة بنسميها تليف المفصل، أرثروفايبروسيس بجوز بيعرفوها، وهي تحدي، وأنا حارض في نهاية اللقاء إن شاء الله حالة لأرثروفايبروسيس اللي هو تليف تصلب المفصل، وهي تحدي في العلاج، ولهذا إحنا بنأجل العملية. الآن في العالم كانوا في دراسات وإجماع شبه إجماع أنه ننتظر 3 أسابيع، كمان عليها علامة استفهام، لأنه في حالات التورم بيروح بسرعة وبترجع الحركة بسرعة ممكن نعملها قبل، وفي حالات أكثر من 3 أسابيع. فبالتالي قرارنا متى نعمل العملية بيعتمد على الفحص السريري، ما زال التورم موجود وحركة المفصل رجعت ولا لا. الآن تأخير العملية أكثر من 5 شهور، في أدلة علمية أنه هذا قد يؤدي إلى إصابة في الغضروف الهلالي الأنسي، وقد يؤدي إلى احتكاك مفصلي، ولهذا لما قرر نعمل عملية بنفضل ما نأجل أكثر من 5 شهور. نوع الرباط في العالم كان وتر الصابونة، أكيد تعرفوا بتسمعوا فيه أنه هو الستاندرد. الآن وتر الصابونة له مشاكل حقيقة، هو النتائج ممتازة بالنسبة للرباط والثباتية والعودة للعب، لكن مشكلة الألم الركبة وألم في أمام الركبة وألم الصابونة، زائدا مشاكل كسر الصابونة أو قطع الوتر، ولهذا يعني الآن مش هو الستاندرد في العالم. وتر هامسترينج اللي هم ناخده من الجزء الخلفي من عضلة الفخذ، هو حقيقة ممكن يكون آلام أقل وتأهيل أسرع بعد العملية، وهو الآن الستاندرد اللي احنا بنعمله. الوتر الألوغرافت اللي هو يعني نجيبه من شخص آخر، كادافر من نستورده من أمريكا أو إلى آخره، الآن في له مشاكل حقيقة. المشكلة الأولى إنه احتمالية نقل الفيروسات، وهي مشكلة بيشتغلوا عليها كثير الشركات، والمشكلة الأخرى إنه الرفض المناعي، يعني بمعنى آخر ممكن يصير رفض مناعي يأخر من التحام الرباط، وهذا الحكي ممكن يؤدي إلى فشل. ولهذا الرباط الألوغرافت اللي من شخص آخر نستخدمه في حالات خاصة مثل إعادة العملية، أو حالات لما يكون في عندي أكثر من رباط مقطوع في الركبة معناته أنا بحاجة لأربطة. الآن الوتر الصناعي انتهى، غير مقبول في العالم الآن، مشاكله نسبة الفشل والالتهابات المفصلية اللي ممكن يسويها والارتشاح المتكرر بالمفصل، فموضوع المفصل الوتر الصناعي الآن غير مقبول عالميا. الآن التطور في الجراحة، مرت كانت زمان الجراحة المفتوحة، الآن جميع العمليات تجرى بجراحة المنظار، وبهمنا في جراحة المنظار أيضا نعملها تشريحيا، بمعنى آخر منروح لنقطة التقاء الرباط زي ما كان، وهذا الحكي ما ممكن بالطرق القديمة، ممكن بالطرق الحديثة. وفي عنا تطور في وسائل التثبيت، كان البراغي، هلا في السسبنشن بنسميها التعليق، الكروس بين، وهكذا صار في تطور في التقنيات. الآن من يعني أحدث هذا التطور تقنية العمل من الداخل، بحيث إحنا بنزرع الرباط من داخل المفصل دون أن نفتح قناة العظم الخارج، وهذا أكبر تطور الآن موجود في العالم. الآن هون أنا بعرض أنيميشن كيف إحنا بنعمل هاي العملية، فبنفتح قناة مش كاملة في عظم الفخذ، وبعدين بندخل الخيط، بنفتح قناة أخرى مش كاملة، يعني قناة العظم الخارج ما فتحناها في الركبة، بندخل الخيط، وبعدين بندخل الرباط من داخل المفصل. راح أفرجيكم الجرح اللي بندخل الرباط من خلاله، هذا أنيميشن. الآن راح نعرض لكم يعني حالة عملية، هاي الفكرة. الآن راح تشوفوا هون هاي الرباط، دخلنا هذا الرباط مقطوع اللي عليه الإبرة، الآن بجوز مش واضح لكم، الآن بننظف الرباط المقطوع لأنه هذا ما عنده قدرة على الشفاء، بنشيله، بنهيئ المكان إنه نزرع الرباط الجديد، وهاي اللي سميته تشريحيا، دخلنا من نفس المدخل العمل الجانبي ودخلنا حفرنا قناة العظم. الآن بعد ما نحفر قناة العظم اللي هو في الفخذ، أنا هون بشتغل قناة العظم اللي هون، فتحنا القناة، دخلنا الخيط، بعدين نفتح القناة من تحت، والآن بنفتح من داخل المفصل للخارج. إذا بتلاحظوا هذا الواير سمكه 4 ملي، رح يعمل فليب، راسه رح يصير زاوية قائمة،
وفي عندنا مقاسات منه بحيث انه انا بحفر اذا لاحظتوا الان صار الفليبنج، فانا يعني بحفر فقط قناة العظم من الداخل للخارج مقدار قليل، يعني ممكن 20 ملي 16 ملي احيانا حسب طول الرباط، وقناة العظم الخارج ما فتحتها. الان هلا بندخل الخيط وبعدين بنسحب الخيطين من المدخل العمل الانسي الجانبي وبندخل الرباط. اذا بتلاحظوا هذا الرباط اللي احنا اخذناه من الهامسترينج، هذا الرباط موجود. الان هذا الرباط ميزة هاي التقنية احنا بنستخدم رباط واحد مش اثنين، فبالتالي بحافظ على ميكانيكية افضل للركبة من ناحية الثني وحتى للورك من ناحية المد. شايف هاي الحلقة اللي بدها تثبت الرباط، بعدين بندخل الرباط، هذا اللي الرباط اللي احنا بنزرعه اللي هو زراعة الرباط المتصالب الامامي. ملاحظين هذا الرباط اللي احنا اخذناه وشكلناه لاربع ستراندز بنسميها. الان بعد ما دخلناه في جهة العظم الفخذ بندخله في جهة عظم الساق من تحت، شوف هلا الحلقة راح تظهر اللي راح تثبت هاي الحلقة دخلت، وبعدين بنشد الرباط. الان من الميزات لهي التقنية انه انا ما بعمل قناة، بعمل سوكت زي السلة للرباط، ما بفتح قناة العظم من الخارج، معناته آلام وتورم أقل وبالتالي تأهيل أسرع. ومن أهم الأدفانتج أو الحسنات لهاي التقنية أنه أنا بقدر أعمل توزين للشد الرباط. كثير من المشاكل أنه لما كنت تزرع الرباط وتثبت تعمل تنظير تلاقي أنه رخى شوية، هون لو رخى برجع بشده بهاي التقنية. ولهذا حقيقة شوف التأهيل بعد العملية، هذا مريض بعد 3 أسابيع من العملية شوف كيف بيعمل سكواتينج. الآن إذا بتشوفوه على 4 أسابيع بيمشي من غير عكازات وبيقدر يوقف على رجل واحدة اللي بتشوفه وبيثني المفصل وبألام قليلة جدا. وهي حقيقة فوائد هاي التقنية، أنا ما بفتح قناة العظم من الخارج وبحافظ على وظيفة الركبة في الثني، لأنه من مشاكل أني أخذ وترين أنه يضع في الثني. الآن هذا الحكي الحمد لله أقل بهاي التقنية. الآن شوف هنا الجروح العملية، تذكروا هذا اللي حطيت عليه السهم هو المدخل اللي كنت أدخل وأحفر من خلاله، مدخل العمل بسميه، واللي دخلنا الرباط من خلاله، فجرح تقريبا سنتي. الجرح اللي أخذنا منه الوتر تقريبا 2 سنتي هذا إذا بتلاحظوا. فالعملية بنسويها تداخل محدود، تقنية حديثة بتأهل شفاء سريع للمريض، لكن تأهيل سريع لا يعني عودة مبكرة للرياضة واللعب. مهم الآن هاي حكينا عنهم الفوائد، وفي طبعا أخطاء في التأهيل هو العودة المبكرة للعب.